تمام ماشي ماشي يا مس أمنية. تمام يا شروق. ها دلوقتي حبيبة قلبي، احنا مفروض ان احنا عندنا التغذية الغير ذاتية طبعا. اوكي، اللي بيعملها مين؟ قولي لي يلا يا شروق، مين الكائنات اللي بتعمل تغذية غير ذاتية؟ الإنسان الإنسان والحيوان أو أي كائن لا يحتوي على بلاستيدة خضراء، لأن احنا اتفقنا الكائنات بالظبط كده، الكائنات ذاتية التغذية هي الكائنات اللي بتعمل عملية البناء الضوئي. يبقى معناها أي كائن حي، يعني أنا ممكن أقول كده، أي كائن حي لا يحتوي على بلاستيدة لا يستطيع القيام بالتغذية الغير ذاتية. مظبوط الكلام؟ برافو يا عبد الرحمن. ذاتي. طيب يعني ايه تغذية بقى غير ذاتية؟ معناها ايه؟ يلا. تصنيع ايوه الأجزاء المعقدة من المواد البسيطة زي لا ما تاني يا قلنا، عبد الرحمن، تاني تاني، انت بتقول ايه؟ قول تاني. ده الحصول على غذاء، تصنيع مواد معقدة، مواد كربوهيدراتية أو عضوية معقدة من مواد بسيطة. لا لا ده دي الذاتية، دي الذاتية. دي الذاتية. تحويل الجزيئات ايوه الكبيرة إلى جزيئات صغيرة بواسطة برافو التحلل ومساعدة الإنزيمات. برافو عليك، تحويل الجزيئات الكبيره يا عبد الرحمن اللي انت بتقول التغذيه الذاتيه. انا كده عملت تغذيه ذاتيه وكونت المركبات العضويه المعقده من مركبات اوليه. هاخد انا الجزيئات الكبيره سواء كانت الكربوهيدرات سواء كانت البروتين سواء كانت الدهون، دي المواد المعقده اللي احنا كونناها بالبناء الضوئي. انا عايزه احول المحتوى ده كله لمواد بسيطه سهله، سهله بالنسبه لايه؟ لعمليه الامتصاص، اقدر اعمل لها امتصاص. هعمل الكلام ده ازاي يا شروق؟ زي ما بتقول، بواسطه مين؟ بعض الانزيمات وعمليات التحلل. طيب نروح لجسم الانسان، مين الجهاز المسؤول عن عمليه التحويل دي؟ مين يا شباب؟ ها إيه صعبة؟ مين الجهاز المسؤول الخلية عن جهاز يا شروق؟ يا شروق أنا بقول حبيبتي جهاز، مين الجهاز المسؤول عن عملية تحويل الإيه؟ المعدة المعدة مش جهاز يا شروق، المعدة ده عضو يا حبيبتي، أنا عايزة الجهاز، الجهاز اللي بتنتمي ليه المعدة، الجهاز الهضمي يا ولاد. عملية التحويل دي ايوه بالظبط، عملية تحويل المركبات الكبيرة إلى مركبات بسيطة دي معناها عملية هضم، يبقى المسؤول عن عملية الهضم الجهاز الهضمي، صح ولا لا؟ صح. أوكي طيب تعالوا نشوف الجهاز الهضمي بتاعنا. الجهاز الهضمي اللي مفروض عندي أنا هعمل إيه في الجهاز الهضمي ده؟ هشوف، أنت بتقولي لي تحلل وإنزيمات، أنا هاخد الأعضاء، أعضاء الجهاز الهضمي، وعايزة أشوف كل إنزيم أو كل عضو هيطلع لي إيه. عندي أول عضو الفم. يلا شروق قولي لي، مين الإنزيمات اللي موجودة في الفم هتساعدك في عملية الهضم اللي أنت عايزاه؟ الإنزيم الأمليز، الإيه؟ الأمليز الأميليز، بالظبط كده اسمه أميليز الفم، تمام. اشتغل عند بي اتش كام؟ 7.4، جميل، 7.4، وظيفته إيه؟ اللي هو بيحول النشا ها والمية لسكر مالتوز. برافو عليك، السكر المالتوز، صح كده. يبقى اذا انزيم الاميليز اللي بيشتغل عند 7.4 بيحول النشا الى مالتوز، بيفرز منين يا عبد الرحمن؟ إنزيم الأميليز اها لا بيفرز منين؟ المريء احنا في الفم يا عبد الرحمن، احنا في الفم، من الغدد الدرقية. ها عبير. من الغدد اللعابية. برافو، يبقى إذا عندي حاجة اسمها غدد لعابية، يبقى الغدد اللعابية هي اللي بتفرز إنزيم الأميليز في وسط 7.4 عشان يحول لي النشا إلى مالتوز. عشان كده اتفقنا إن إحنا لازم نهضم أو نمضغ الأكل لفترة عشان أدي فرصة لإنزيم الأميليز إنه يشتغل. طب السؤال يا شروق، هل إنزيم الأميليز ممكن يشتغل على البروتين أو الدهون اللي إحنا بناكله؟
ايه رأيك؟ هو لا ايه؟ يعني هو لا بيشتغل في على النشا بس. بالظبط كده، هو بيشتغل على الكربوهيدرات او المواد النشويه فقط، لان الانزيمات مواد متخصصه، احنا قايلين زمان كده الانزيمات مواد متخصص. متخصصه. طيب انا هعمل دلوقتي ايه يا عبد الرحمن؟ هبلع، يعني هبلع، هدي امر لنفسي ابلع عشان ابلع البلعه الغذائيه من الفم، هوديها على رقم 2. مين رقم 2 يا عبد الرحمن؟ اللي هو البلعوم. جميل، البلعوم والماء هيقابلنا على طول. طيب البلعوم ومعاه المريء، هناخدهم مع بعض كده الاثنين. ليه؟ هل دول الاثنين هيفرزوا لي انزيمات؟ ايوه. هيفرزوا انزيمات ايه؟ البلعوم والمريء. ثواني. اللي هو لازم حاجة عشان اللي هو بيفرزوا انزيمات يعني بتساعد الطعام على الانسداد أو كده يعني. لا، البلعوم والمريء ما بيهدم، ما فيش اي انزيمات تماما، اقفل، ما فيش اي انزيمات، ما عندهمش اي عصاره هاضمه ولا اي انزيمات ولا بيعملوا اي حاجه غير ان هم قناه لتوصيل المواد الغذائيه من الفم للمعده. طب هيوصلوا الاكل ده او الطعام ده ازاي، او البلعه من الفم للمعده يا شروق؟ عن طريق ايه؟ من فم من المعدة، انقباضات. برافو عليك، انقباضات بالظبط، اللي احنا قلنا عليها حركة دودية، اسمها حركة حركة دودية، ايوه دودية اللي الحركة هي في المريء. الدودية. برافو عليك، الحركة الدودية اللي موجودة في المريء. هل الحركة الدودية فقط هي اللي هتساعد المريء على انه يوصل الاكل للمعدة، ولا في حاجة تانية؟ المخاط، المخاط. برافو عليك يا شروق، يبقى البلعوم فائدتهم الاساسية، او البلعوم والمريء بيفرز مادة مخاطية، اولا عشان يحمي نفسه، ثانيا عشان يسهل حركة أو انزلاق الطعام ويدخل مع الحركة الدودية للمعدة. هنوصل دلوقتي للعضو رقم 3 اللي هو أنتوا بتقولوا المعدة. يلا، هل المعدة هنقفل عليها ولا هتدينا انزيمات؟ بتدي انزيمات انزيمات. جميل، إيه الانزيمات دي يا عبد الرحمن؟ يلا. بيبسين. البيبسين. جميل، بيخرج في صورة نشطة ولا غير نشطة؟ لا يخرج بيبسونجين او برافو، زي برافو، اللي هو بيبسينو. برافو عليك، بيبسينوجين سينوجين. في صورة غير نشطة ويتحول إلى بيبسين للصورة النشطة. طب السؤال لشروق، أوكي يا عبد الرحمن صح، ليه طالع في صورة غير نشطة؟ البيبسينوجين أيوة علشان بيبقى صغير لسه تقريبا. لا لا مش صغير. ها، البيبسينوجين. هاي يا عبد الرحمن، بيخرج بصورة غير نشطة ليه؟ عشان الحمض ال HCL اللي في المعدة بينشطه. ماشي، اوكي، هو بيتنشط عن طريق ال HCL. جميل، لكن انا بسأل هو ليه طالع في صورة غير نشط، ما طلعش نشط على طول واشتغل ليه؟ عشان لو طلع نشط هو هيهضم مين يا ولاد؟ ده هيهضم مين؟ عشان يعمل علاقات من البروتين. البروتين. جميل يا شروق، هيوصلوا لإيه البروتين ده لما يهضمه؟ سلسلة عديد. عديد البطاريات. جميل، عديد البيبتايد. طب تعرفي تقولي لي هي المعدة نفسها عبارة عن إيه؟ المعدة كعضو نفسها مكونة من إيه؟ فيها ايه يعني؟ هي نفسها، هي نفسها الكيس لا، العضلي فيها أو ميه. لا لا ايه؟ لا لا يا شروق، ركزوا ركزوا، المعدة عضو، المعدة نفسها، جسم المعدة نفسه مكون من إيه؟ عضل. عضلة، والعضلة بتتبنى من العضلات إيه؟ المعدة حلو، العضلة دي و بتتبنى بإيه؟ ها؟ ها؟ العضلات دي بنبنيها بإيه؟ بتتبنى بإيه؟ إيه المادة الغذائية اللي هتبنيها؟ بروتين. بروتين. جميل، يعني المعدة بتاعتنا أصلاً مادة بروتينية. طيب، وإنزيم البيبسين بيهضم البروتين. تخيلي بقى لو البيبسين طلع نشط هيعمل ايه؟ هيهضم المعده. صح ولا لا؟ يبقى يقول لك ماذا يحدث اذا فرز او انتج انزيم البيبسين في صوره نشطه؟ هقول له هيهضم المعده. ليه هيهضم المعده يا شروق؟ لان المعده ماده بروتينيه والبيبسين بيهضم البروتين. سبحان الله، فلازم يخرج في صوره غير نشطه، ولما ينزل تجويف المعده ال اتش سي ال يحوله الى بيبسين. تمام، وهيهضم لي البروتين ويحوله الى عديد البيبتايد. السؤال، هل البيبسين ممكن يأثر على الكربوهيدرات أو الدهون ولا لأ؟
كربوهيدرات لا والبروتين؟ لا، هو شغال على لا، برافو، ان هي شغال على متخصصة. البروتين. برافو، متخصصة، برافو عليك. هو مسؤول عن هضم البروتين فقط. جميل، يبقى أنا خدت من الفم للبلعوم للمريء للمعدة، هروح رقم 4 للعضو رقم 4. مين يا ترى العضو رقم 4؟ الأمعاء الدقيقة. جميل، الأمعاء الدقيقة. الأمعاء، الأمعاء. صح الكلام. الأمعاء كم جزء؟ جزئين. الجزء الأول اسمه اثنا عشر، اسمه اثنا ايه؟ واللفائفي. خلينا مع الاثنا عشر الأول. هل الاثنا عشر هو نفسه هيفرز عصارة هاضمة؟ أيوه. لا، الاثنا لا، عشر هو لا، بيتلبس. هو نفسه. مش هو نفسه، هو المفروض الاثنا عشر قناة بيتفرز فيها، يعني بنصب فيها العصارة. هنصب فيها مين؟ أولا العصارة الصفراوية من الكبد، والعصر ثانيا البنكرياسي. برافو عليك، والعصارة البنكرياسية. صح كده، يبقى الاثنا عشر هي نفسها لا تفرز انزيمات، هي نفسها ما عندهاش، نقفل عليها اهو، لكن بنصب فيها الكبد العصارة الصفراوية بتاعته، والبنكرياس بالعصارة البنكرياسية. طيب ما دور العصارة الصفراوية في عملية الهضم؟ يلا يا شروق. العصارة الصفراوية اللي هي بتسهل ايوه، يعني تحويل بتحول. الدهون لمستحلب ايوه، دهني. برافو عليك، برافو عليك، تحويل الدهون الى مستحلب دهني. طب واحنا عايزين نحول الدهون لمستحلب دهني ليه يا عبد الرحمن؟ اللي هو عشان يسهل. ايوه، عشان يسهل هضمها. برافو. طب ايه اللي يحصل لو انا ما فرزتش العصاره الصفراويه، او لو انا شلت المراره، او لو ما فيش عصاره صفراويه اصلا؟ هيبقى سهل عليا اهضم البروتين ولا صعب؟ هذا صعب. صعب، برافو عليكم. يبقى اذا معنى كده عند عدم وجود العصاره الصفراويه او ازاله للعصاره الصفراويه، الحاجه الوحيده اللي هتنضر عندي هنا هي الدهون. طيب نروح للبنكرياس، ايه العصاره دي؟ تتكون من ايه يا شروق؟ فيها HCL، لا، بنكرياس، ركزي. يعني ايوه، بكربونات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم. وفيها وفيها إنزيمات زي ايه؟ الأمايلايز الاميلايز او الاميليز، اسمه الاميليز. ها، والتريبسونوجين. التربسينوجين. ماشي يا عبد الرحمن. ها، في حاجة تانية ولا خلاص؟ والتربسونين. والايه؟ وفي ايه؟ احنا قلنا تريبسينوجين وقلنا تربسين. الاميليز. التريبسينوجين، تريبسينوجين، وفيه اللايبيز. هي بتفرز 3 انواع من الانزيمات. ما اوكي، هم دول؟ هم دول. خلينا نراجع بقى كده. دلوقتي البنكرياس هيفرز 3 عصارات، او 3 اقصد انزيمات في العصاره بتاعته. اول انزيم يشبه انزيم الفم اللي هو الاميليز، ولكن هنسميه اميليز بنكرياسي. هيعمل ايه؟ هيهضم النشا الى ملتوز زي الفم بالظبط. طيب، وهيهضم وهيفرز انزيم اسمه تريبسينوجين، شكل البيبسينوجين، هيتحول الى تريبسين زي البيبسين. طب البيبسين كان بيهضم ايه؟ بيبسين كان ضد من الدهون، البروتين. البروتين. يبقى اكيد التريبسين هيهضم البروتين هو كمان يا عبد الرحمن. طب ليه اللي طالع البيبسين التريبسينوجين غير نشط؟ خلاص حفظناه، غير نشط حتى لا يضر بالعضو المفرز منه، لان برضو البنكرياس عضو بروتيني، فلو خرج التريبسين في صوره نشطه هيهضم البنكرياس، فلازم يخرج في صوره غير البنكرياس بالظبط. طيب نشط. يا شروق، اللي في المعده اللي حول البيبسينوجين الى بيبسين، الاتش سي ال، مين هنا هيحول لي الانزيم الغير نشط الى نشط؟ مين يا ترى؟ انتروكاينيز. انتيروكاينيز، برافو عليك، انزيم اسمه انتيروكاينيز بيفرز من الامعاء، يحول لي التريبسينوجين الى تريبسين عشان يهضم البروتين ويحوله عديد البيبتايد. البنكرياس هيفرز انزيم ثالث اسمه اللايبيز. اللايبيز هيشتغل على مين يا ترى؟ على المستحلب الدهني، هيحوله الى احماض دهنيه و جلسرين. جميل وجليسرين. كده خلصت الدهون، خلصت الدهون. يبقى الدهون بدات هضمها في الاثنا عشر وانتهت هضمها، او انتهى هضمها في الاثنا عشر. يبقى الماده الوحيده
اللي بدأ وانتهى هضمها في نفس المكان هي الدهون. صبينا عليها العصارة الصفراوية وصبينا عليها الإنزيم الليبيز، خلصت. طيب بعد كده البنكرياس هيخلص شغله، هنزل لمين بقى؟ رقم 5، اللافائفي اللي هو بقية الاثنى عشر، اسمه بقية أقصد الأمعاء الدقيقة. هنا بقى اللفائفي أو باقي الأمعاء الدقيقة، يا ترى هتفرز هي كمان إنزيمات ولا نقفل عليها؟ إيه رأيكم؟ ها؟ لا أظن إيه؟ بتفرز عصارة بتفرز معقولة. أكيد. أيوه العصارة المعوية، العصارة المعوية بقى غنية بالإنزيمات. ليه؟ لأن حضرتك أنت نازل بسكريات، سكر مثلا، أنت نازل بسكر المالتوز أو الفركتوز أو السكروز، هي عايزك، أنت عايزها تهدم لك كل السكر وتحوله لسكر أحادي. أنت معاك دلوقتي عديد البيبتايد، عايزها تحوله لك لأحماض أمينية. يبقى هنا بنستكمل، يعني إيه بنستكمل دي؟ يستكمل عمل أي مادة غذائية لازم تتهضم. فالسكروز أفرز له إنزيم سكريز، واللاكتوز أفرز له إيه؟ لاكتيز. طيب والمالتوز أفرز له لكتيز إيه؟ لاكتيز، برافو، والمالتيز. يبقى كده أنا خلصت السكريات كلها، فاضل عندي عديد البيبتايد، بسيطة نفرز لها إنزيم اسمه البيبتي دايز. البيبتي دايز أو البيديز بالظبط كده، هيحول لي كل سلاسل عديد البيبتايد إلى أحماض أمينية. خلصنا الهضم، خلصنا الهضم، لسه في حاجة باقية في القناة الهضمية؟ اللي هو لا في خالص إنزيم كده خلص. لا أنا مش بتكلم عن الإنزيم كده، أعضاء القناة الهضمية خلصت أو الجهاز الهضمي خلص ولا لسه في السلامة حاجة؟ ها لسه إيه؟ السلامة مش سامعة. أنا بقول أنت بتقول أمعاء وخلاص، أمعاء إيه؟ الأمعاء الغليظة الغليظة الأمعاء الغليظة، صح كده، لسه الأمعاء الغليظة ما ظهرتش. يبقى أنا عندي دلوقتي الأعضاء بتاعة الجهاز الهضمي، عندي رقم 1 الفم، عندي رقم 2 البلعوم المريء، رقم 3 المعدة، رقم 4 الاثنى عشر، واللفائف اللي هما الأمعاء الدقيقة. فاضل عندي الأمعاء الغليظة. إيه وظيفة الأمعاء الغليظة في الكلام اللي إحنا بنقوله يا شباب؟ اللي هو تخرج المنظار بقى والسيستم ايوه بالظبط كده. باقي الفضلات بقى، المواد التي لم تهضم، الياف، عصر، اي ماده بقى فضلات موجوده عندي، هدخلها كلها عن طريق الميه، طبعا الميه اللي هتساعدني، وهدخلها كلها في الامعاء الغليظه، هتفرز عليها، بتفرز عليها انواع من البكتيريا اسمها بكتيريا التعفن، وهتتحول جوه التحززات بتاعتها الى الفضلات وتخرج من فتحه الشرج. طيب على مدار القناه الهضميه كلها يا عبد الرحمن عندنا أنواع من العضلات. لو قلت لك دلوقتي اديني مثال لعضلة إرادية وعضلة لا إرادية، زي مين؟ عضلة إرادية اللي هو مثلا اللي عضلة هو مين؟ البلعوم البلعوم إرادي، أنت بتحرك البلعوم المريء بتوعك لا بمزاجك؟ اللي هو لما بتيجي تبلع الفم أيوه مثلا زي كده أيوه ماشي إرادية ثم ماشي لا إرادية. أيوه، عملية البلع إرادي ثم لا إرادي. يبقى البلعوم والمريء انا ماليش حكم عليهم، انا ليه حكم على مين؟ على منطقه الفم، ابلع ولا ما ابلعش؟ اه ممكن ادي، لكن البلعه نزلت على البلعوم والمريء ما عادش ليا اي حكم فيه، اصبحت هنا عضله ملساء لا اراديه. تمام، غيره غيره مين يا شروق تاني؟ قول. المعدة لا إرادية المعدة لا إرادية، طبعا المعدة عضلة لا إرادية، عضلة ملساء أو عضلات ملساء لا إرادية. مين كمان؟ والقلب القلب ملوش علاقة بالهضم، احنا في الهضم يا عبد الرحمن. اوكي احنا بنركز مع الهضم. الأمعاء لا إرادية. الأمعاء لا إرادي كمان. طب ما فيش حاجة إرادي خالص؟ ما فيش عضلة لا إرادية خالص في القناة الهضمية دي؟ الشرج، اللسان، سامعاك. لا مش عضلة الشرج أو فتحة الشرج محاطة بعضلتين عاصرتين، العضلات دي عضلات إرادية، أنا اللي بتحكم في فتح وغلق فتحة الشرج عشان أخرج البراز. لكن عندي بقى مثلا عضلة زي عضلة زي البلعوم، زي المريء، زي المعدة، زي الأمعاء، زي الاثنى عشر، كل دي عضلات، زي مثلا العضلة العاصرة في عضلة الفؤاد أو عضلة البواب، كل دي عضلات لا إرادية، ماليش عليا، ماليش علاقة بيها. هي تمام، اللسان مش إرادية؟ اللسان ملوش علاقه بقى بالهضم، انا بتكلم على عمليه الهضم، واللسان دوره في الهضم بيقلب، بيخلط الطعام مع الانزيم،
لكن هل هو بيفرز انزيم؟ هل هو بيساعد مثلا في حاجه؟ لا، انا لا بتكلم على بالظبط كده على العضلات الاراديه ولا اراديه اللي بتساعدني في عمليه الهضم. هضمنا كده خلاص. طيب تمام، تعالوا نشوف بقى دلوقتي، انا بقى عندي دلوقتي كل الاكل اللي عندي سكر احادي جلوكوز او جالاكتوز او فركتوز، لا الملتوز خلاص انا حولته، ها، وعندي اللي هي احماض امينيه، وعندي احماض دهنيه، وعندي جليسرين او جليسرول، وعندي الميه، وعندي مثلا بعض الفيتامينات اللي انا ممكن اكون اكلتها في خضار او خدتها عليك، كل ده موجود دلوقتي في الامعاء. عايز اشيل كل ده واديه للخلايا، مين هيشيل؟ ها، مين هيشيل وهيشيل ايه؟ الجلوكوز، فركتوز، الجلاكتوز، معاهم الاحماض الامينيه، ومعاهم جزء من الفيتامينات اللي هرفعه هنا اهو، اللي هو بي وسي، فاكرينهم بي وسي؟ ها، دول هيروحوا مع مين؟ كمالات مع مين الخملات؟ مع مين؟ ما هو كل ده في الخملات، كل ده الخملات هتشيله، هتشيله توديه على فين؟ في الطريق الدموي، ده هيمشي في الطريق الدموي عشان يروح على فين يا شباب؟ على الوريد الأجوف السفلي. لازم في السفلي. أيوه، عشان يروح الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى ويرجع يتوزع على الخلايا. طب المجموعة الباقية، أنا عندي أحماض دهنية، عندي جليسرول، عندي بعض الفيتامينات التي تذوب في الدهون، زي فيتامينات جمعناها في كلمة إيه؟ ها؟ كلمة إيه؟ أكيد، مش كده؟ أكيد، فيتامين إيه؟ كي إي دي، فيتامينات أكيد. مين أكيد دي؟ 4 أنواع من الفيتامينات بيدوبوا في الدهون، دول ماشيين مع الطريق الليمفاوي أو الطريق اللبني عشان يروحوا فين؟ على الوريد الأجوف العلوي. الوريد الأجوف الإيه؟ حلو الكلام. طب يا جماعة الخير فين المية؟ عبد الرحمن قال لي لا، احنا اتفقنا المية تفضل لآخر لحظة. ليه؟ عشان هي اللي بتسهل لي كل ده، عملية الهضم، عملية الامتصاص، عملية التحلل، عملية دخول الفضلات للأمعاء الغليظة، لازم المية تفضل معايا لآخر ثانية. طيب أين يتم امتصاص الماء؟ ها، هيتم امتصاصها فين؟ يلا يا شباب، فين؟ أين يتم امتصاص الماء؟ في الأمعاء الغليظة، مش احنا قلنا بتفضل معانا لآخر لحظة؟ إذا هي معانا، طالما إن هي معانا لآخر لحظة، آخر حاجة بيتم فيها اللي إيه؟ هي الأمعاء الغليظة. خلاص الفضلات دخلت، أنا الغليظ. هتبدأ بالظبط كده، يبقى الأمعاء الغليظة هي آخر مرحلة، عشان كده هنا تمتص أو يمتص الماء في الأمعاء الإيه؟ في الأمعاء الغليظة. يبقى أنا كده عملت عملية الهضم بتاعتي، عملية الامتصاص، وكمان التخلص من الفضلات. طيب لما أقول سؤال بقى دلوقتي يا عبد الرحمن، علل يسير الغذاء بسهولة في القناة الهضمية، ليه يا ترى؟ بسبب وجود الماء، ها، قلنا بسبب إيه؟ وجود تسهيل الماء، لا ما سمعتش، وجود إيه؟ الماء الماء؟ لا، المية ما المية ما بتساعدش على الحركة، المية تساعد على العمليات الحيوية، امتصاص، هضم، تحلل، اخراج فضلات، لكن ما تساعدنيش على ان الاكل يتحرك بسهوله. في حاجه تانية، الغذاء يسير بسهوله في القناه الهضميه. يا شروق انت لسه قايلها دلوقتي من ثواني، ايه يا ولاد؟ انت اللي قايلها حاجه يا شروق من شويه، المخاط والحركه الدوديه. المخاط، مش احنا قلنا المخاط يعني بالبلدي كده بيزحلق الاكل، وبالتالي بيسهل حركته من الفم، البلعوم، المريء، المعده، فتحه الشرجه، كل المجرى ده فيه مخاط، فبالتالي سهوله حركه القناه الغذاء في القناه الهضميه الفضل لمين؟ ليه؟ اولا المخاط، ثانيا الحركه الدوديه، الانقباضات والانبساطات. صح الكلام. طيب يا عبد الرحمن، ايه اللي يحصل لو استأصلنا شلنا لسان المزمار؟ ها، لسان عارف لسان، المسمار عارف لسان المزمار فين وبيعمل ايه ولا لا؟ اللي هو بيقفل القصبة ايوه الهوائية، برافو عليك، بيقفل القصبة أنا الهوائية اثناء، صح، ايه يحصل؟ ساعتها ايش هنخنق، هنتخنق ونموت. هيحصل يا مس ارتجاع في المريء؟ لا لا استني،
لا بلاش، ثانية الشروق. ماشي يا عبد الرحمن. وبيقول استئصال لسان المزمار، هو المفروض لسان المزمار ده هيعمل ايه يا اولاد؟ هيقفل فتحة يقفل التنفس لما القصبة الهوائية في الهضم. في القصبة الهوائية أثناء الهضم، ويقفل فتحة الهضم أو البلع أثناء التنفس. فلو لسان المزمار مش موجود معنى كده عدم التحكم في حركة الطعام، فممكن أتخنق وأموت زي ما عبد الرحمن بيقول. لكن اللي أنت بتقوليه بقى الارتجاع، لما أقول لك هنا إيه اللي اللي هو يحصل بتاع لو المعدة. ها؟ أيوه العضلة، عضلة الفؤاد، ضعف في عضلة الفؤاد يعمل ارتجاع في المريء. فلما العضلة تبقى ضعيفة معناها إنها بتتفتح على طول، الأكل اللي في المعدة حمضي لأن في حامض HCL، فلو الأكل الحامض رجع على البلعوم والمريء بياكل في جدار البلعوم والمريء فيعمل قرحة، اللي احنا بنسميها قرحة البلعوم والمريء. فدي بتكون نتيجة ارتجاع الأكل بيرجع للمريء. تمام؟ لكن في فرق بين اللي أنا قلته وبين. طب لو قلت لك دلوقتي يا شروق، ايه اللي يحصل لو زودنا درجة حرارة الوسط اللي بيعمل فيه انزيم الاميليز مثلا؟ مش هشتغل. مش هيشتغل صح كده، لان كل انزيم له درجة حرارة مثلى، هيقل نشاطه الى ان يتوقف. تمام. طيب عبد الرحمن بيقولك يلعب حامض الهيدروكلوريك دور مهم في عملية الهضم. حامض الهيدروكلوريك بيلعب دور مهم في عملية الهضم، فسر الكلام ده كده. دكتور اللي هو اللي بيهبط هو اللي ايه؟ علشان لأنه يحمل أو بيحول إنزيم البيبسينوجين ايوه لبيبسين برافو عليك، للشطر. عشان برافو عليك، هو اللي بيحول البيبسينوجين الغير نشط الى بيبسين، وبالتالي البيبسين يهضم لمين؟ يهضم لي البروتين. طب يا شروق، ايه اللي يحصل لو تناول شخص جرعة عالية من مضاد للحموضة؟ مضاد للحموضة يحصل ايه؟ انا خدت مضاد جرعة الحموضة زيادة، جرعة زيادة من مضاد الحموضة دي يحصل ايه؟ مش هتمثل نفسه تقول ايه؟ الإنزيم اللي هو البيبسينوجين مش هيتمثل. انزيم البيبسينوجين مش هيتنشط بالظبط كده. ليه؟ لان انا لو خدت جرعه عاليه من مضاد الحموضه، يعني ايه جرعه عاليه من مضاد الحموضه؟ مضاد الحموضه يعني انا بخلي الوسط قلوي، يعني انا خليت وسط المعده قلوي بدل ما يبقى حامض، وبالتالي البيبسينوجين مش هيتحول لبيبسين، وبالتالي ما فيش هضم للبروتين، وبالتالي تتوقف عمليه الهضم في المعده. مظبوط الكلام؟ طيب انت قلت لي يا شروق ان العصاره البنكرياسيه اول حاجه انت قلتيها بيكربونات الصوديوم، ايه فايدتها؟ بيكربونات الصوديوم إن هي فيها الإنزيم بتاع يعني ما فيهاش انزيم، خلي بالك هي ماده كيميائيه ملح عادي، بتعمل ايه؟ بتعادل الوسط بتاع الاثنا عشر، لان الاكل جاي من المعده حمضي 2.5 البي اتش بتاعته، والبنكرياس بتعادل ال HCL. خلاص، فبتعادل تاثير الاتش سي ال، لان الحمض هنا بيخلي الوسط 2.5 فانا وتخليه عايزاه قلوي. 8 وتخليه قلوي. برافو عليك. طيب لو قلت لك يا عبد الرحمن علل لا تهضم المعده نفسها ليه؟ لأن إنزيم البيبسينوجين بيتفرز غير نشط، برافو، ادي سبب لان انزيم البيبسينوجين بيفرز غير نشط. ها لا تنشط إلا عندما الدهون أو البروتين ينزل معه ماشي وجود الكلام ده، برافو، ده سبب. السبب فيه سبب تاني غير ان البيبسينوجين غير نشط؟ ممكن يبقى فيه سبب تاني يا شروق؟ اللي هو انزيم الكوكايناز. انزيم ايه؟ وفي أمس كان في حاجة على جدار المعدة تقريبا ايوه البطانه اللي تحميها أو موجوده، كده. برافو عليك، البطانه الموجوده على جدار المعده. وخلي بالك الماده المخاطيه كمان، الماده المخاطيه دي زي ما احنا قلنا بتسهل حركه الاكل، لا يلتصق بالجدران، فالاكل مش هيفضل، مش الطعام بتاعنا مش هيقف على الجدران. يبقى اذا المعده لا تهضم نفسها اولا عشان الانزيم البيبسينوجين غير نشط، بطانه المعده، الماده المخاطيه. برافو عليك، النهارده انتوا ما شاء الله الله اكبر، غير الحصه اللي فاتت تماما تماما، ما كنتوش موجودين الحصه اللي فاتت. حصل؟ تمام. طيب اللي قبل زوم ما يفصل مننا، المره الجايه هنراجع على النقل في النبات.
انا عايزاه يتذاكر بنفس الكيفيه، النقل في النبات، سامعني؟ المره الجايه بامر الله هيبقى النقل في النبات، عشان كده يبقى احنا ماشيين جزء بجزء كده، نراجعه ونلخصه ونجمعه في ايه؟ في الحصه، وبعدين نبدا نحل بقى امتحانات عامه على المنهج ايه؟ على المنهج بالكامل. طيب نكمل. لو قلت لكم دلوقتي بيقول لي بما تفسر يا شروق نشاط الكبد يحسن من كفاءة عملية الهضم. إيه علاقة الكبد بالهضم؟ علشان الكبد بيفرز العصارة الصفراوية برافو عليكي، برافو. ها بالظبط، العصارة الصفراوية بتعمل إيه؟ بتحول الدهون لمستحلب أول دهون. الدهون لمستحلب دهون. برافو عليكي بقى. إذن كل ما كان الكبد بتاعي نشط يبقى معناه في عصاره صفراويه كتير، في تحويل الدهون للمستحلب، انا اقدر استفيد من عمليه الهضم. جميل يا شروق. طيب لو قلت يلعب انزيم الانتيروكاينيز دور غير مباشر في هضم البروتين، يلعب انزيم الانتيروكاينيز دور غير مباشر في هضم البروتين، ايه رايك عبد الرحمن؟ اللي هو عشان بينشط ايوه التريبسينوجين. برافو عليك، بينشط التريبسينوجين وبيحوله الى التريبسين اللي بيهضم البروتين، اذا هو له دور غير مباشر في عمليه الهضم. تمام. طيب لو قلنا كمان سؤال، مثلا السؤال بيقول لي وجود السكريات في صوره احاديه في الدم، فسر ايه السبب ان السكريات موجوده في صوره احاديه في الدم؟ اللي هو عشان الإنزيمات اللي موجودة في العصارة ايوه وهي اللي هي الإنزيمات البيبتيديز لا والمالتيز والكلام ايوه ده بالظبط بالظبط بتحول السكريات الثنائية أو كده للسكريات الأحادية الجلوكوز. جميل، بس مبروك صح يا عبد الرحمن. تمام، بس انت قلت انزيم في الاول مش معانا، البيبتيدايز مش معانا، يبقى انا اقول السكريات موجوده في صوره احاديه في الدم لان انا عندي الامعاء او اللافائفي بيفرز مجموعه من السكريات او مجموعه من الانزيمات بتهضم السكر، السكريز والمالتيز واللاكتيز، حولت السكريات كلها الى صوره احاديه وبعد كده اتحركت في الدم وراحت لخلايا الجسم، إذن السكريات موجودة في الدم في صورة أحادية. طيب بيقول الخملات، الخملة عندها طبقة اسمها الطبقة البلعمية موجودة في الطبقة الطلائية للخملات، إيه فائدتها؟ ما فائدة الخلايا البلعمية في الطبقة الطلائية بالخملات؟ اللي هو البلعوم ايه؟ تبع البلعوم دي ولا مش لا الخملات بالعوم، ايه انا بقول الخملات يا عبد الرحمن. علل وجود خلايا بلعمية في الطبقة الطلائية للخملات. من اسمها كده اسمها خلايا بلعمية، يعني ايه خلايا بلعمية؟ بتبتلع قطرات الدهون التي لم تهضم. يبقى اللي اقول للابتلاع قطرات الدهون الصغيرة التي الدهون لم اللثة. بالضبط. خلايا معينة صغيرة كده موجودة في طبقة الخملات أثناء عملية الامتصاص، في جزيئات صغيرة من الدهون ما تهضمتش هي بتبلعها زي الليسوسوم كده، بتاخدها وتبلعها وتبدأ تتخلص منها عن طريق عملية اسمها البلعمة. تمام. طيب بيقول لك يا عبد الرحمن في شخص أكل قطعة لحم، قطعة لحم، كيف يمكن لجهازك الهضمي أن يهضم هذا اللحم؟ اللحم ده بروتين اللي هو جميل يتهضم معدة ايوه إنزيم البيبسين ايوه بقى، جميل والمفروض اللحمة دي بروتين ودهون في تمام الجسم، فلما بينزل بقى على الصناعة الفقرية العصارة الصفراء أو كده بيتهضم بقى تمام الدهون. تمام يعني انت عايز تقول لي الوقت اللي قطعه اللحمه ممكن تبقى لحمه حمراء صافيه وممكن تبقى لحمه معها دهون، لو هي لحمه صافيه او بروتين هيبدا هضمها في الامعاء ويكمل في البنكرياس. تمام، لو في دهون العصاره الصفراويه تشتغل معايا. حلو الكلام. طيب يا شروق ايه الطريق اللي تسلكه قطعه اللحم دي بعد ما تتهضم عشان توصل لخلايا جسمك او توصل للكبد؟ خلينا نوصلها للكبد. ها، ما الطريق الذي تسلكه قطعة اللحم بعد الهضم حتى تصل إلى الكبد؟ إيه رأيك؟ تروح الأول عند المعدة
ماشي. ده هي طلع الوقت حلو. هي بص يا شروق، هي اتهضمت في